الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء الثالث من ورشة ماي دريمز. نشوف مع بعض احنا وصلنا بس لغاية فين. وصلنا ان حرف الام وحرف الواي. طب تاني كده. تمام، ادي حرف الواي وبعده حرف الام. تمام، الاتنين بينزلوا مع بعض ويعملوا الماي. هنتكلم بقى دلوقتي على ازاي ان احنا نعمل حرف الدي. تمام، طبعا حرف الدي وهو على فكرة نفس الشغل، بس هيختلف في حاجة بسيطة. لو انا طبعا على فكرة لو انت عايز تحرك اي حرف بين الاوبجكت ده، تمام، حرك الحرف اللي انت عايزه او اللي تحبه، مثلا ده كده. تمام، وناخد حرف الام ونعمل كده. تمام، طبعا الواي هنا خبط في الام. تمام، ممكن ناخد الام ده تاني واخده بس كده شوية. جرب كده. طبعا هو بصراحة موضوع نقل الحرف من مكان لمكان بعد ما نعمل الداينامكس يعني مش مفضل قوي، لكن اهو ماشي معانا وينفع ان هو يتنقل، مفيش فيه اي مشاكل زي ما احنا شايفين كده. نيجي بعد كده الحرف الدي، نروح بقى للفرونت ونفك الفيزيبيليتي. نفس الموضوع، هشيل وانا ممكن ما اشيلش، بس انا ما بحبش اسيب فرصه لموضوع الغلط، خاصه في موضوع الداينامكس ده مقرف. تمام، فانا هشيل ده واشيل ده واشيل ده واشيل ده. وطبعا كالعاده انا قافل السويب نيربس. هاخد السبلاين نفسه ده، تمام مظبوط مفيش مشاكل. على فكرة حرف الدي هو محتاج اصلا سبلاين واحد بس يمسكه، مش محتاج السبلاين ده. فانا ممكن اخد السبلاين ده، هو انا مش عايز اعمل له ديليت، لكن انا هشيله خالص من المشهد، لربما ممكن تحب تحتاجه تاني ولا حاجة. هاخد السبلاين نفسه واعمل زوم، زقه جوه شوية. ممكن اخده في الكنترول زد ده، طبعا اروح اخد الموديل تول وهاخده من هنا كده. تمام، يبقى انا كده ماسك حرف دي. هاخد السبلاين ده واخده لجوه كمان شوية بس عشان يبقى ماسك في الحرف. هاجي على السبلاين نفسه رايت كليك واقول له هير تاج وهقول له دايناميك سبلاين. عندي بعد كده في السيتس هاخد البوينت اللي فوق، هاخد البوينت دي واقول له فيكسد بوينت، واجي على البوينت اللي تحت سيلكت البوينت اللي تحت رايت كليك هير تاكس كونسترينت واقول له كونسترينت مع المو تكست واقول له سيت. كده احنا عملنا كونسترينت لده مع ده. فاضل السبرينج. تمام، فاضل السبرينج نفسه. السبرينج انا هاخده، السبرينج هاخده كده و هعمل اوفست كده، اوفست على واي. ولو اني اخده بفضل ان انا احطه بالشكل ده كده. ممكن الاوفست على اكس، عايز سنة. تمام، ومتهيألي كده يبقى تمام، مفيش فيه مشاكل. لو نجرب نشوف ظروفه ايه. تمام، مش هنلاقي في اي مشكلة خالص، عدا بس انه حرف الدي عايز يبعد شوية. لا والله ولا عايز يبعد ولا اي حاجة، هو كده تمام. لو خدنا ريندر شوت تمام هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو حابب انك تغير زاوية الكاميرا مفيش اي
مشاكل، ممكن احتياطي ان انا اروح لده واروح للدي وابعد ده شوية كده. بالمناسبة في انكر اللي هي النقطة البيضة دي، تمام، النقطة البيضة دي اللي بيحصل فيها عملية التصادم. طيب احنا عايزين نخلي التصادم احسن شوية. في سينما 4D 12 بصراحة في الداينامكس في حاجات حلوة قوي وكتيرة قوي، يعني مش قادر ألمها بصراحة، بس هتتلم. يعني لو انا رحت للدايناميك تاج في الشيبس، عندي في شوية شيبس ما شاء الله يعني، بس انا لقيت الاوتوماتيك مو داينامكس ده عالي قوي بصراحة، بيعمل سموز كوليجن جميل جدا. يعني لو جيت عملت كده تمام، مش هلاقي الشذوذ اللي كان بيحصل في الاول، تلاقي حرف الواي ام طاير ولا الام طاير ولا الدي طاير، تمام، بصراحة بيدي شكل حرف الدي هو كمان. فاضل بعد كده الار والاي والاي والام والاس، دول ما فيش فيهم اي مشاكل برضو. هنقفل الدي السبرينج على فكرة، ممكن ان احنا بس نخلي ده وليكن 300 يعني، تمام، بحيث ان هو ينزل تحت شوية، تمام. على فكرة كل مرة هناخد حاجة شكل، يعني كل مرة هناخد حسابات شكل. مش عارف حرف الواي ماله متعلق ليه هناك كده، تعالوا بس نشوف حرف الواي ماله متعلق التعليقة دي ليه. ممكن ان انا اروح للداينامكس نفسها واروح للفورس و فول روتيشن، اخليها 8 مثلا، نجرب كده. لينير دامبنج 10، انجولار 5، يعني كويسة، تمام، مفيش فيها مشاكل. مش عارف برضو معلق الحرف بتاع الدي ليه، بس حرف الدي هيظبط مش مشكلة. حرف الدي هيظبط مفيش فيه مشكلة، هو حرف الدي مش عارف يرجع مكانه علشان دي. طيب ممكن نروح للدي ونخلي السبرينج على 280، اي واي ام يرجعه، يعني لو قلنا 270 تمام، وحرف الواي في السبرينج نفسه يبقى 300، فيعدي حرف الدي شوية. ايوه كده بالظبط كده تمام، بس كده حرف الدي يعدي والام والواي، يبقى كده مفيش اي مشاكل. كل الحكايه بس ان انا ايه، خليت السبرينج ينزل تحت شويه يطلع فوق شويه، خلاص عشان الحروف تعدي بس من فوق بعضها. نكمل مع بعض بقيه الحروف، نشوف يمكن يقابلنا اي مشاكل. انا مش عايز اوقف واكمل دول لوحدي وبعدين ارجع لكم، لكن نكملهم مع بعض. نروح لحرف الار في الفرونت، تقريبا هما فوق. نروح لحرف الار، نشيل العلامة وناخد ده كده ونفتح دي ونخلي الموتكست عبارة عن ار، برضو الار مش هنحتاج لا غير روب واحد بس. نشيل الكونسترين تاج والدايناميك تاج ونروح للهير تاج واقول له سبلاين داينامكس، ونفس الموضوع اروح للبوينت مود بس بعد ما اشيل الروب، واجي اعمل كده خدت نقطتين. سيلكشن استراكشر سنتر اكسس، سنتر اكسس 2 عشان اريح دماغي من الموضوع ده. طبعا انا كده عملت غلط، كنترول زد، المفروض ابقى ماسك
كله سنتر اكسس 2 برضو نفس الموضوع كنترول كنترول زد. طيب تعالوا ناخد الفيكسد بوينت اللي فوق الاول تمام، وبعدين ناخد اللي تحت، اروح على الدايناميك تاج واقول له سيت فيكسد بوينت. بعد كده تمام هروح على النقطة اللي هنا كده، بس قبل ما اروح على النقطة دي هاخد الباشا ده واحطه هنا كده تمام، وبعد كده اروح على السبلاين نفسه. انا كده كده واخد النقطة نفسها، اخد دي كده كده انا مظبوط. رايت كليك ارتاك كونسترينت و اخد الموتكست واقول له ست. كده بقت الست معمول لها مع الار. فاضل بعد كده اروح انشط الروب تاني زي ما كان، واروح للسبرينج بتاعي واقلل الاوفست على واي اعتقد. تمام انشرت كده واحرك ده بالشكل ده واخده اطلعه فوق هنا كده واقلل اوفست الواي. ماشي بالشكل ده كده. دي ممكن تبقى 280 والدمبنج يبقى 30 بحيث ما يتهزش قوي. وتعالوا نجرب، تعالوا نجرب نشوف الار ظروفها ايه. اعتقد هتحتاج شويه تعديلات، طبعا انت هتحتاج تعديلات كتير كمان. اروح على الار واروح هنا واقول له في الكوليجن اقول له مو داينامكس جرب. ليه بقى الحركه دي؟ انها خبطت في حرف الدي وهي نازله. انا هاخد كل النل طبعا كده، هاخد النل اوبجكت وابعده شويه عن حرف الدي. هروح للسبرينج بتاع الار، مش عارف هو ماله في ايه. نشيل الكاميرا ونروح للسبرينج الار. مش عارف هما كلهم بيجوا على بعض ليه كده، بس هنحلها ان شاء الله. طيب لو رحنا الحرف الار ده ورحنا للفورس، خلينا الروتيشن دي بتمانية. طيب السبرينج نفسه خلينا الدمبنج بعشرين. بالظبط كده، بس نسيب له شوية ليونة مش أكتر. تمام، أهم حاجة إن تبقى الحروف كلها مترتبة صح، ده المهم. تمام، ممكن آخد النال نفسه كده شوية، وطبعا الحرف هيروح معاه. الأنجيولر ممكن أخليه 15 بالشكل ده كده تمام وزي الفل ومية مية. طيب ده بالنسبة لحرف الار. فاضل الاي والاي والام والاس. تمام سهلين مفيش فيهم اي مشاكل. نروح للار ناخد بس الار هنا كده ماي دريمز ونروح ل طب ما بلاش الاس يعني الموضوع كده هيبقى كبير قوي. ناخد حرف الاي خلاص واروح للتكست اخد الاي وافتح النل زي ما اتفقنا واخد الاي ده واوديه هناك. سيبه زي ما هو، سيبه زي ما هو. بعد كده اروح للسبلاين، شيل الكلام ده خالص
وهروح للروب واشيل ده كمان. وده بس كل الحكاية، ان انا هاخد السبلاين كله اخده هنا. تمام، طبعا انا كده غلطت، اشيل الباشا ده واروح للسبلاين واقفل الروب نفسه، واروح هنا واخد الفيكسد بوينت الاولانية، ادي فيكسد، رايت كليك، هير تاج، وسبلاين داينامكس، واقول فيكسد. بعد كده اروح للتاني وبرضو نفس الموضوع، رايت كليك، هير تاج، واقول له كونسترينت، واقول له كونسترينت مع الموتكست، واقول له ست. نفس الموضوع في السبرينج، احتاج ان انا ارفع الاوفست بتاع الواي او انزله، اللي هنزله كتير. لا كده تمام، ممكن ازقه شويه كده لفوق و اوفست على اكس و بوزيشن هنا كده. هو انا ممكن انزله، بس لو نزلته هنا هيقلب الحرف، فانا عايز اخليه هنا مثلا كده، بس متهيألي هنا هنزل، لا هنا تمام مفيش مشاكل، خلاص بالمنظر ده كده. منساش هنا في الشيب هقول له اوتوماتيك مو داينامكس ونجرب نشوف ظبط ولا ما ظبطش، مش عارفين. هما بيخبطوا في بعض جامد قوي، لان هما نزلوا اساسا خابطين في بعض. تمام، هنضطر على فكره نعدل والله ممكن اروح لدي واقول له في الماس، بدل ما اقول له وورلد دنسيتي هقول له كاستم دنسيتي، واخلي دي مثلا 1000. ده بالنسبه لحرف الار. ليه؟ انا عايز اعمل له كتله عاليه شويه، يمكن تاثر. اثرت مع الار، بس مع الاي ما اثرتش. برضه هقول له وورلد او كاستم دنسيتي، واخلي دي مثلا ب 800، خلي دي ب 800 متهيألي. طيب هخلي دي 1100 تاني. طيب لو رحنا للسبرينج نفسه وخليت دي 350، بحيث اسيب للاي شويه ليونه لتحت. ايوه كده، الله ينور عليكي. تمام بالمنظر ده كده. اروح برضو للدي وهقول له كاستم دنسيتي، وهقول له 1100، واروح للواي برضو كاستم دنسيتي واقول له 1100، وهروح للام برضو كاستم دنسيتي وهقول له 1100. ليه بس؟ علشان يبقى الموضوع تقيل شويه، الحروف ما تخبطش. زي ما احنا شايفين كده نزلت احسن من الاول بكتير، قوي قوي قوي، خلاص ما بتخبطش في بعضها وتجري والكلام اللي احنا شفناه ده. تمام، ده بالنسبه ليه ماي دي. بصراحه انا مكسل اكمل بقيه الحروف، بس نكملها بس عشان نكمل مع بعض. انا عايز اخش في الجزء بتاع الاضاءه والخامات، فهخلي بقيه الحروف في الجزء الثاني، وفي الاخير هنتكلم على الاضاءه والخامات.